مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدنا نعمل انبوكس لاثنين باكج من امازون. اوكي، افتح اللي عندك وانا بفتح اللي عندي. يلا. اوكي. واو، تو كيسز. اوكي، هذا للتليفون وهذا للايباد. خلينا نجرب اللي مع ادم، لاني شريتهم مع بعض بس كل واحد يجي لحاله. خليني عشان ما اضيع وقت كون نفتح هذا كمان. هذا للايباد اللي هو 10 الايباد 7 جينيريشن. اخذنا اللون زهري عشان ماما. افتحوا شوف. اوكي جود، ليتس في هذا. واو، هون فليكسبل. هذه فليكسبل، وهون هون هيك اذا تسكرها ات كلوزز. كان عندنا كيس هيك بس لبابا. بس هو هذا انه ما كان فليكسبل، كان بلاستيك هارد، هو عمل بريك، انكسر يعني. فخلينا نجربه، هل بيجي ولا لا. Seems to be good though. هيك. بفتح. بتقدر تعمل، بعرف كيف. بتقدر تعمل هيك، بعدين تعملها هيك، وبتعملها هيك، وبتعمل تعمل stand. حلو. طيب هذا I think it's thumbs up. هذه I think it's some thumbs up. هلا نشوف هذا الكيس. هذا الكيس لل LG V60. زي ما انتم شايفينه هيك غريب شكله. خلينا نشوف كيف بفتح. هذا مش معرفني كيف. ايوه هيك. طيب في حقه $10، حاطين لك سكرين بروتكت، شو اسمه، تيمبر جلاس. هاي ال V60، خلينا نجربه على ال V60. ايش حتصبر؟ اعتقد اوكي. اوكي. حجمه كويس اتوقع. الحلو فيه انه في له زي ركايه هيك عشان تمسكه وتحطه هيك. اوكي، وفي له شغله اللي هي هاي عشان تحطها بالاقشاط، والحلو فيها بتلف، فبتقدر تحطها بالطول بالعرض. وهون في هذا عشان مخمل عشان يحمل هاي، وبس بتحطها هيك. واي ثينك انه بس كيف تفتحها، هاي المشكله. دخولها سهل. بدك تضغطها هيك شكله. اعتقد انه لازم. اوكي، غريب الميكانيزم تبعها. هي مفروض هيك لانه هذه الطريقه الوحيده اللي بدخل فيها. وبعدين هيك غريبه. طيب اذا دخلناها على الاخير لازم تعمل اشي هيك غريب عشان تقدر تسحبه. يعني هاي ممكن عشان تاخذها بالبيلت هون. بعدين اذا بتعمل رننج ولا اشي ما بتوقع. يعني صراحة تطليعتها شوي صعبة، بس اما غير هيك شكله very good built. يعني صراحة رائع. والحلو فيه انه double protection بس. وهاي الشغلة انا عجباني عشان تحطه هيك تحضر. اوكي، بس غير هيك شوي خميل ورا. على كل حال نعطيه يعني 4 من 5. 4. اتصل تلفوني. إذا بدكم تحضروا كل الفيديوهات شو لازم تسووا؟ لايك، كومنت، وسبسكرايب عشان تشوفوا بفيديو تاني، وشوفهم بحلقات تانية. سلام.